مساء الخير، مساء العافية، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا مليون خير. اليوم طلعنا البردات برا، نشفت وراح ارجع الحلقات مثل ما تشوفون كلها هنا على الجو الحلو. فقلت بما انه الجو حلو اليوم والشمسة منورة، فبلشنا على الربيع ان شاء الله. الربيع منورنا مو شلون ما كان زين. فجبالي انه اطلع برا اقعد اسوي الحلقات هذني واخلص واعلقهن وننظف الهول تنظيف كلش يعني عميق، لانه مثل ما تشوفون الشباب يكراد لها تنظيف، القائره لها غسله، ونغير مكان القنفات يعني قبل ما يجي رمضان شوي هذا التعب نسوي احنا، يا اما وقت السحور يا اما قبل رمضان. بس مثل ما تشوفون نرجعها لمكانها. طبعا انا كنت اقدر انه اسويها هي والهذني، بس يعني هاي البردة القماش بيها خيوط، وهاي الخيوط احتمال تشكل بهاي المعادن، فحرامات يعني. يعني ما اعرف صراحة، واحد من طلعها بعدين من الغسالة ويشوف حالتها حالة يموت قهر، يقول لو مطلع منها الحلقات 10 دقائق ولا هال بهذل اللي صايرة. على كل دا ارجعها بمكاناتها القديمة. ها كوكي شو رجعت؟ تريد كيكاية؟ تعال هاي. ما تريد كيكاية بعد؟ اكولي شبي اكولي. ما تريد تاكل بعد كيك؟ نو. اي ثينك نحتاج وحده هنا، لان هاي كلش بعيده هاي عن هاي، فيصير هيجي نازل ما يصير. نسلم على عالم هلو الله علي. هن الحلقات مالتهن، بس ما ادري شلون زادن ذني عندي، ما ادري شلون معجزه. خلينا نشوف هسه وين ذني نحطهن. فخليتهن هسه هنا على الشمس بين ما انظف الشبابيك. خلينا ننظف الشبابيك اول قبل ما احط البرداد. دا استخدمه طلع اصلا ما مشحون، فما علينا غير نرجع للكلينس، مو مشكله. لازم انظف الشبابيك قبل ما ارجع البردات حتى يكون كل شيء فريش ونظيف، وبعدين ننظف القنفات، ننظف الارضيه وهالسوالف. فراح نشغل ايديناتنا بدل الجهاز المنطقه. خانت تبينا هاي الشاحنة، ما ادري اذا تشحن هسه او لا، هذا الجهاز خرب عندي ما اعرف، لو هو عطل لو الشاحنة عطلانة وحدة.
سويت مثل ما تشوفون سويت البردة علقتها، فراح نوديها اقصى درجة منها. شوفوا هسه هي كلها مفتوحة وعندنا هذا الحبل منها اللي نتحكم بالكسرات، بس راح نبدي نرفعها. شوفوا هذا الحبل، بس دا تشوفون اللي صار هنا بالضبط، صارت اكو كسرات مو حلوة، فقبل ما اشده راح افتحها واروح اجيب الاوتي. انا بتول وخر 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 اكل تاكل هسه نعطيك تاكل. تعبت بالكوي، خلصت البردات كلها، الجهة مالت التلفزيون والشباك كلها كملتها، فتولى المهمة أيوب، قال اسرع شيء اليوم نسوي ضلوع وكباب، واحد نرودين واحد راحوا ويا اصدقائهم ياكلون ايس كريم وهالسوالف. وكوكو المسكين قاعد يمي كتي كتي. ها تريد لفه؟ لا اي قول له ايوب لفه بعد دخان ونواصل للغابه اللي ورانا. ايوه تاكل لفه؟ اكل تاكل لفه؟ يقول لي بتول لفة. يلا أكل لفة مثلي. أكل. هذه. إيه. ها شنو عندك عزيز؟ عندك عزيز؟ حركات. ها شنو هالحركات؟ يا. يا. كبس كتش كتش نو تعال هنا. ها يا تعال يمي. ها شنو عملت؟ يلا صعد منا فوز. كزلك شنو تريد؟ اكل. تريد تاكل؟ تعال. شريت كيكاية؟ انت ما تلزم السكينة مو زين عليك. اي ها يلا هاي اقصها. ها قصيت لك اياها هيك. لا
خلصنا تنظيف الجراج هذا كله كملته، فحتى خاف بالليل واحنا نايمين تمطر، فهذا تغطية خاصة بالقنفات الخارجية على مود الكوشات ما تتبلل، فراح اغطيهم ونفوت. يلا كلهم راح نروح ننام، صار دنيا الليل، صارت الساعة 9. وزي وزي يلا تعال ننام دب جوا. Thank you.